جهزوا حالكم يا رجال مشان نضرب ضربتنا، وبإذن الله السلاح اللي جوات المعسكر رح يكون من نصيبنا. لعيونك بإذن الله. لعيونك عبيد. بس يا زيبا شلون بدنا نفوت على معسكر كامل من الفرنساوي؟ لا لك زهير، الدرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت، واللي بيهاب الموت ما له مطرح بيناتنا. ولو يا زيبا لحنا قده وقدود، ومو المقصود انه خايفين، بس يعني الحذر واجب. انا في براسي دوبارة راح تخلينا نفوت على المعسكر ونسحب الرزق، ولا مين شاف ولا مين دير. على الموت وحياتك. على الموت وحياتك. على الموت وحياتك. على الموت وحياتك. بدنا نتوزع مثل البرق، مثل ما فهمتكم يا رجال. تبرو صار ولا يهمك زيبا، خلينا نقرب اكثر على المعسكر. قولوا الله يا رب. زين زيبا رح تفرج على الذخيرة اللي عندنا. لا قص، هلا بسمعونا الحرس. كوت زهير، جيب خلينا نشتغل على اللغم. يلا يلا اعطيني اعطيني بسرعة. بعد الرجوع
الحركة برا كثير. يلا يلا اعطيني حبل اعطيني خوت هاي حط حط فاضيك حلو يلا زهير اطلع وزح الالغام يلا قولي تبع لحالك اتكل على الله الله يحميك بشير الحمد لله يا رجال مشي الحال الالغام كلها انحطت بمحلها الحمد لله الحمد لله عمي ناجي طلع شوف لي الرجال شو وضعهم صار اتكلوا على الله يا رب يلا خليل الله اكبر شو الوضع؟ لهجة طاوة وين إصابته؟ بكتفه، كتفه اليمين خد هات على مهلكم يا على مهلكم ديروا بالكم بسرعة يا رجال بسرعة على مهلك همي 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 يا شباب بسرعة يا رجال بسرعة دوروا بالكم دوروا الله يلا يلا يا رب
كل جاهز يا رجال. كريم وناجي بتخلوا معاكم شوية رجال وبتضلوا هون بالمغارة. وكيف هيك؟ أنا ما بفيدك هون، إذا رحت معكم تستفيدوا مني أكتر. الجايات أكتر من الرايحات عمي كريم. بس يا زيبق، كريم إذا راح معنا ممكن يعيننا. أنت من إمتى بتجادلني لك خليل؟ من إمتى؟ طول بالك زيبق، طول بالك. خليل مو قصده يجادلك، بس نحن كمان حابين يكون كريم معنا. خلص يا رجال، طولوا بالكم. اتكلوا على الله، يلا إن شاء الله بترجعوا لنا منصورين بإذن الله. ونعمل اتكال. قولوا الله يا رجال. يا الله يا رجال. ليش هيك عمال؟ هي أول مرة العقيد بيروح على غارة ما بياخدني فيها. بجوز من ورا الحساسية اللي بينك وبينه بخصوص هرمته. معقول؟ لك بعد ما سكتت وحطيت على الجرح ملح؟ روق خلص يا ناجي، ما تحط بقلبك بقى، مش رح نتركهم لوحدهم. روق ما فيني. ناجي روح أنت مع الزيبق، أنا بقيان بدالك. الله محييك. جابك لهو؟ مش وقت حكي هلا، طنابر وراي، خلينا ننزل المولي يلا. Thank you.
أشهد بالله إنه كريم طلع عبضاي وشهم ومن أصل. شو كنتوا فاكريني يعني؟ خاين وبلا أصل؟ ولا لأني قتلت خيه وهو مش مأمن لي؟ يا شباب أنا قتلت عكاش لأنه تعدى على العمارة وتعدى على حرمات البيوت، ولا أنا غلطان؟ ولو يا كريم بعد كل شيء عملته اليوم وخلصني من الموت ولسه ما بدي أمن لك. يا كريم عكاش مات الله يرحمه، ولا بدنا نفتح صفحة جديدة؟ شرفوا عمي شرفوا شرفوا. والله في شيء بدي خبرك اياه. هات لشوف. في معسكر قريب من هون حرزيني ضربته. معلش تسافيني على قليلي هالمره. عددنا قليل، فوتتنا لجوا مخاطرة كتير. طب شو رأيك نسمع حدا من الشباب حتى نشوف السلاح بأي هيمة؟ قول الله عمي كريم، قول الله. ماشي معي. شو؟ لقينا الخيمة اللي فيها سلاح، بس كتار ما رح نقدر نشيلهم. ما رح نقدر نشيلهم، بس ما رح نخليلهم اياه. بمعنى زيباء رح نفجرهم.
رجال. شي مضايقك مني خي زيبق؟ ليش لا اتضايق منك؟ بالعكس، انا يوم عن الثاني عم حسك انك واحد منا وفينا وعن حقه حقيقي. بيسعدني هالشي. ومن اليوم وبعد الشي اللي عملته انت رح تكون بشغلنا ايدي اليمين باذن الله. والله يا خيي هيدا الشي بيشرفني، هيك بنكون عم نشتغل مع بعضنا ونخلص من هالخلافات بقى. اسمعوني يا رجال، لما ما بكون انا موجود هي كريم موجود، تسمعوا كلامه وكانه انا. فهمتوا؟ الله يديم حربك. السلام عليكم يا رجال. طيب نادر والله احلى تحسين يا سيدي. والله يوم المنى انه نكون بين الرجال اللي عم تشابهنا الفرنساوي. الله يبارك فيكم يا رجال، والله يقدرنا نكون ايد واحده ليصير اللي براسنا. امين. شرفوا يا رجال، شرفوا لجوا. تفضلوا شرفوا. شرفوا اهلين. اهلين برجال. يم هذا الواد شو عم يعمل هون؟ تروق بدك تروق، بدك تروق وتفهم شو القصة بعدين بتحكي. واحد الله خالد، واحد الله وحده. علي الحلال، لا اطلع بيروحوا لهذا الوطي. هيدا الحكي مش مقبول ابدا. بدك تفش خلقك، فش خلقك. اقتلني، تعا اقتلني. جايك لا خالد، جايك اشرب من دمك يا خالد. خالد رجال، خالد رضاي عليك رجاع. كريم هلا واحد من رجالي. لك شو بدك ياني يرجع وهذا الواطي واقف قدامي؟ خالد ليك يا خالد، راح اعتبر هذا اللي صار هون فورة غضب. ايش تركوني يا خالد؟ هذا الكلتر ومعنا كلاتا. اهدوا يا رجال، اهدوا. لك اهدى لك خالد، اهدى. لك شو بدك ياني اهدى؟ شلون خالد؟ خالد اهدى وبعدين رح فهمك شو صيري. اهدى. هذا الزلمة هلا بحمايتي، واحد من رجالي. فشل يكون واحد من رجالك، هذا واحد ندل وواطي. أنت بتأمن فيني ولا لا لك خالد؟ لا لك زيبا، لو ما بأمن فيك ما كنت هون. مشان هيك بدي إياك تطاوعني بهي السيرة بالذات. والمعنى؟ بدي إياك تلف السيرة كم يوم بس. لسا بقى لي لف السيرة، شلون بدك ياني لف السيرة قدام رجال حارتي؟ في شيء أبدا عمي خالد، كل الرجال هون لشغلة أكبر من مشاكلنا كلياتنا. على حب النبي دجني إياها دج، قل لي إياها بالمشرمحي. اهدى عمي خالد اهدى، وها هاي شواربي إذا ما بفشلك قلبك وبحقق لك غايتك وغايتي كمان. اليوم يومنا يا رجال، بدنا نوجع الفرنساوي، بدنا ندوقه المر. هاد دربنا ودرب كل حرقة من حرة لا يطلع الغريب من بلدنا غصبا عنه. بري عليك زيبا. لعيونك ولعيون الشام كلها منصورين بعون الباري. ولك الشام شامنا والله ما ضامنا. الله أكبر على الفرنساوي. قولوا الله يا رجال، قولوا الله، قولوا الله، قولوا الله يا رجال. يا ربي توكلنا عليك، يا ربي توكلنا عليك، يا ربي توكلنا عليك. سيدي وصلنا اخبار انه اعداد كبيره من المتمردين هجموا على اكثر من نقطه عسكريه بنفس التوقيت. اكيد معسكر الغوطه كان نصيبه. بالضبط، لانه الاعداد الاكثر متواجده بموقع الغوطه. كثير منيح.
المهم انه خسائرنا ما تكون كثير بغير نقاط. لا تاكل هم سيدي، بعت اوامر بالمجابهه وعدم الرحمه. فرانك، شدد الحراسه على مداخل الحاكميه، تحسب علي طارق. حاضر سيدي. استعداد شباب، استعداد فوق. كمين يا رجال، المعسكر فاضي، هربوا بسرعة، هربوا. يا رجال، هربوا يا رجال. صوت ابن عمي. الله العليم يا رضية، باعتبار الصوت غميق وبعيد جاي من ناحية البساتين. صار له حصة الصوت شغالة وما كان تهدى أبدا. صاهر العلقة كبيرة يا أبي، العلقة كبيرة، الله يجيرنا. أبو فهد، أنت الزعيم وما بتعرف شو عم يصير. شو يعني الزعيم؟ يعني أنا قائد الجيوش. هلا بنشوف شو القصة. يا لطيف، تعي تعي يا أمو، روحي روحي على أوضتك. انه قامت القيامة لد فاروق، الرصاص مثل زخ المطر. يا ترى شو صاير؟ الله يستر. فاروق فاروق اللي في الفاروق زيبا، المعسكر محاصر من كل الميلات. سلم حالك انت ورجالك، احسن ما تموتوا كلكم سوا. هيدا اخر تحذير، وقد اعزينا من انذر. ضلكم صاحيين وجاهزين للرد على اي اعتداء بيصير على الحاره. حاضر سيدي. خير، شو اللي صاير يا نصر يا افندي؟ انا اللي بدي اعرف شو صاير ولا انت يا زعيم ابو فهد؟ الله علمنا علما، كنا ببيوتنا. قال شو العسكري الفرنسي ملي الحاره، انا نشوف شو عاملين. ايه هلا بنشوف شو القصه. ايه هلا بنشوف. تحرك.
حرق. شو لازم نعمل هلا؟ ما بعرف. الظاهر ما راح يستسلموا سيدي. مدافع! خلونا نخلي يا رجال، خلونا نخلي. روحوا يا رجال وانا بجيب لكم داركم. يلا نار! شو عم بيصير يا زمرد خانو؟ لا تخافي ان شاء الله كله خير. ما فهمت شي يعني؟ اذا ما خاب ظني هدول الرجال عم يضربوا الفرنساوي. الله يبشرك بالخير وينصرن يا رب. يا رب دخيلك يا رب، يا رب توقف معهم وتنصرهم. يا ربي مالنا غيرك. ما عم بقدر وقف على رجلي يا بنات. صوت الرصاص مثل زخ المطر، قلبي طاير ما بعرف ليش. طولي بالك حاتم رضا، دعيلهم دعيلهم للشباب. يا رب يا رب اتفك يا رب. وسعوا وسعوا فوتوا من الحرش على الحرش على الحرش. شلون ما في شيء والدنيا صار لها حصة قايمة وقاعدة وأخوكي أكيد مع رجال. يا رب بتجيب العواقب سلمي. يا رب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أمي روقي ماشي فعلك فورا هي القلب. يا لطيف 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 يا رب. أهلين شرف شرف تفضل. خير يا زعيم شو عم بيصير؟ شرف شرف فوت فوت تفضل. يلا 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 يلا. معقول فيك عملية كبيرة وما تخبرني فيها يا أبو العز؟ يا شيخي الله وكيلك ما مخبرين حدا، ولولا هيك أنت أول حدا بيتخبر ولو يا شيخ. الله يوفقهم وينصرهم ويحميهم على عداهم يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. الرصاص عم يزيد، كثير عاتلي هم الشباب. ما تخافي ما تخافي، باذن الله رح يرجعوا لنا منصورين. يا رب النصر من عندك يا رب، يا رب الفرج من عندك يا رب العالمين. يا بطل فايت شو آخر تطورات؟ الخطط اللي وضعناها سابقاً صارت قيد التنفيذ وبلشنا نحقق اختراقات مهمة بصفوفهم. ما بدي مفاجآت، بدنا نرد عليك. أكيد أكيد سيدي. ريان سيدي خذ العسكر وكمل على البيت. ما بدي حدا عايش، ما بدي حدا عايش. حاضر عسكر وراي. يا
طولي انا. خير خالتي ام رضا شوفي؟ ما بعرف يا بنات، قلبي مثل النار عم ينط من محله، ما بعرف ليش. يحم عليكي شو صار لك؟ تفضلي وقل والله احد. خالتي ام رضا ادعي لهم ان شاء الله بيرجعوا منصورين. يا رب يا رب، دخيل اسمك يا رب. طولي بالك وادعي لهم. الأصوات شوي، ما هيك؟ ايه، بإذن الله بيكونوا الرجال عملوا اللي عليهم وقاموا قيامتهم للفرنساوي. إن شاء الله يا رب. بس أنتوا ما فهمتوا شو صاير على الأكيد. لا لسه ما بين شيء، بس ما تاكلي هم تقبريني، الرجال أدوا قدود. إن شاء الله إن شاء الله. خير وسهلا. شوفي شو صاير؟ لك شو صاير؟ شو صاير؟ يبعث لي هم أنا خالد. خالد شو صاير معك؟ شو صاير؟ شو صاير؟ شو صاير؟ شو حالك؟ شو حالك؟ شو حالك؟ يلا تعال 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 شو صاير معك؟ يبعث لي هم يا خالد. هات الشغله الثالثه على المي بسرعه. عم سرعه يا شيخ. عمالك نادر عمالك. لك ورجيني وين متصابه، بس ورجيني وين. على مهلك على مهلك، بس لحتى اشوفك يا ابني. على مهلك ورجيني. هدي ابني هدي هدي. لك رح تطلع. يلا خلاص خلاص طلعت. شو نظير؟ شو حالك؟ يا بيبتي طاهر. ليش ما خبرتني عن ضربة اليوم؟ ها؟ شو ما سمعتني؟ رعد لك ياها. ليش ما خبرتني بضربة الزيبق للفرنساوي؟ ليش خبيت عني انت وابو العز؟ عن اي ضربة عم تحكي زعيم؟ ولو يا شيخي، انا صحيح لي تابع الزيبق، بس مع شباب ورجال الحارة يلي بيشتغلوا معه ما في لي تابع معه. ما بعرف شو بدي اقول لك زعيم،
أنا مالي خبر بشي. بعدين ليش لحتى أخبي عليك؟ مالك خبر؟ ولو شيخي لك خبر ونص، بس يكون بعلمك أنا ما بقبل مي تمشي من تحت مني وأنا زعيم الحار، والكلام يصار. خير إن شاء الله. مين هدول كمان؟ ديب! قولي على قلبي عليك يا أخي! لا قولي على قلبي عليك! الزمن غدار يا اخي كسر الطبق حد وش الفرح موجوع يا من صفى خده يا اخي يا ابن شو يعني الحكي سيدي؟ نحن ما فينا نقول انه الخطة فشلت، وخاصة انه عدد المصابين والقتلى بيناتهم كبير. مزبوط سيدي، وبين القتلى في زعيمهم ديب الجبل. وزي بقى ما وصلتوا له؟ لا سيدي، بس في خبر مو منيح. حكي. دانيال، دانيال وقع أسير بين إيديهم. موجوع كيف ملاقي حالك أحسن؟ بتشكرك. تشكرني. لك حبيبي يا عمر العبيد، لو كانت القصة عندي كنت هلأ صفيتك. تسطع. معقول أنا ضلني هون أسير؟ لازم لقي طريقة أقفل من هون بأسرع وقت. حولي بالك يا خالتي أوريدي، نعرف إنه مصابك كتير كبير. أنا بعرفك قوية ونحن نستمد قوتنا منك. كسرت ظهري يا خاتو، كسرت ظهري خليل. سلام الله عليك والله يرحم، صار شهيد عن رب العالمين. أنت بس ادعي له. آخ يا أخي الله يرحمك، الله يجعل مسمك الجنة يا أخي. آخ يا زيد الرجال الضياء. طولي بقولك، طولي بقولك. شو خليل خلصت؟ هي خلصت زي ما بس لازم تريحها وما تقوم. شلون ما لازم قوم؟ لازم قوم بالواجب، هي جنازة الغالي. الله يرحمك يا معلمي، الله يرحمك. يا ويلك مننا يا فرنساوي، يا ويلك. الله يرحمك يا ديب. خلونا نقرا الفاتحة يا رجال. يا حي الله يرحمه. الله يعافيك يا زيبا، الله يعافيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صباحك يا ابي. اهلين يا ابي، صباحك.
يا رب يا رب. ها والله يا بي عم اصفن باخوك خالد وبرجال اللي معه، الله يحميهم بجاه الأذان وبشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين يا رب. كملوا يا أبي كملوا يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أجروا يا شباب أجروا. يلا يا ابو تحسين خورنا. يلا عم يلا ساعة. تفضلوا عمي. الله يسلم الايديك. ايديك بس الهيئة حارقين نفسه للفرنساوي، شنو امبارح صوت الرصاص اللي طلع مو قليل منو. الله ياخذ بايدهم جاه الحبيب محمد. لك الله ينصره للزيبة، والله مشان تطلع الفرنساوية ما عارفين مبرغلي. الله يوقف معهم وينصرهم. امين يا رب العالمين. يلا سلم ايدك. خذ ايدك ابو جبريل. تفضل عمي. ما في الله ما في بصل ابيض. يحميك يا حسين. يا بي الله يرضى عليك، روحنا عند الرجال وطمني عليهم. أمرك يا بي أمرك. يا بي ببوس إيدك خلينا نجيب لك الحكيم، والله مبين عليك تعبان. ما في داعي لك بنتي، والله ما في داعي. أهم شي تروح لعند الرجال وطمني عليهم برضاي عليك. خلاص يا بي أنا طالع على حالك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك يا ابي. رح اعمل لك فطور. ما في داعي لك ابي، والله ما لي نفس. اهم شيء اعملي اكل لضيفتنا ما حلو. امرك يا ابي. خالي وما عرفت لي شو حقيقة اللي صار؟ لا والله يا خال، بس سمعت هذا اللي اسمه هارون عم يحكي انه رجال دي بالجبل بالزيبه ضاربين الفرنساوي ضربه ماكنه امبارح. ايوب لازم نعرف يلي صار. شنو ابوك والشيخ الطاهر صايرين عم يخبوا عني وانا ما رح ابي هذا الشيء. صار خال تكرم، اليوم من كل بيت بعرف لك كل القصه. يا الله يرضى عليك يا ايوب. يا زيبا خالتي مرضى. الله يرضى عليك، ديري بالك عليهم. من عيوني يا ابي. لا تقولوا لي بالي. هذا كلام اخي، موجوع كثير تقبر. لا لا ما في شيء ما في شيء.
اخبريني خالتي. يا ابني بدي اطلب منك طلب، لا تردني خايبه. الروح بترخص لك. لرجع الامانه برقبتك لتكون مترقص عليهم. بس في مين احق مني بهي القصه خالتي؟ الديب كان يحبك ما يحبك اليوم، وكان يحكي لي عنك وعن رجوليتك كلام بينومس الروح. الله يرحم ترابه مثل ما بدي خالتي، ودم الديب برقبتي ورقبه كل الرجال ليوم الدين. الله يرفع عليك. المعلم ديب الجبل راح لعند الباري يا رجال، بس هالشي ما راح يوقفنا لنكمل عنه الدرب وناخد بيتارو بإنه نطلع آخر فرنساوي من أرضنا. إيدنا على إيدك وكتف بكتف عقيد. مزبوط كنا معك عقيد، لعيونك عقيد. تار الديب برقبتنا جميع يا رجال. ومشان هيك يا زيبا في سيرة بدي أحكيها معك. قول أبو عبدو قول. بعد ما مات ديب الجبل الله يرحمه ما بيصير رجال تضل بلا زعيم، وما حدا بيحل محله غيرك. أجلوا لي هالقصة شوي يا رجال، أجلوها. ديب الجبل الله يرحمه أمنك بعظمة لسانه برجال، وهي نعمولها قدام رجال كلهم إنه رح نمشي تحت شورك وأمرك. مظبوط يا رجال؟ معلوم. إلا كان شو؟ الزيبق زعيمنا كلياتنا. الزيبق عقيدنا وأحلى عقيد والله. أهلا وسهلا فيكم أخي أبو عبدو، أنتوا أخواتنا واللي بيصير عليكم بيصير علينا. بس هيك الحمل تقيل يا رجال. وأنت قد وقدود عقيد؟ وبدال ما نطلب مغارتين نبقى بمغارة واحدة، يعني ايد وحده والله مع الجماعه. بصير خير عمي، بصير خير. قول والله يا رجال. ساوي ما راح يصير. لذلك اياكم تكونوا جاهزين عنا. احنا رجالك بدنا نفهم الفرنساوي ايش كان فكر يعتب باب الحاره بدنا نخليه يندم على اللحظه اللي بده. بس يا زعيم ما عندنا سلاح يكفي. ولو يا ابو تحسين اللي بده يفوت على الحاره بده يندم، لو بدنا نقتلهم بالعصي. الله نحيي رجال، قولوا الله. شرفوا عمي، شرفوا عمي. Nos soldats sont attaqués par Asseibach et ses hommes. C'est une ruse pour nous faire attention. Je ne sais pas, monsieur. Bateau est Akbar à la mort. Tout de suite, monsieur. Frank, c'est votre occasion. La tikim chou l'Asseibach. Hein? Absolument. بيستلموا راس حارة. ما بدي التبان الأزرق يهوب ناح الحارة، واللي بيخطي يا بروحنا يا بروحه. أمرك زعيم، يلا يا شباب حلقة وياه. يلا قولوا والله رجال. مني زعيم. عمل اللي عليك يا عزيز، عمل اللي عليك. لازم ننسحب فورا. ما حدا يتحرك من قرنته. بس عددهم كبيره ومتمركزين منيح. ما راح نروح من هون لنفك الحصار عن العماره. هيك رح نخسر رجال كثير. خلينا ننسحب لبين نلاقي حل ثاني. رجال عم يحكوا صح، الهم رجعه ثانيه. خلونا نرجع بس لا تضحكوا لهم رجال يلحقونا. يلا يا رب، يلا يا رجال.
وقف صوت رصاص. يا ترى شو اللي صاير؟ زعيم إذا بدك بروح على مدخل الحارة وشوف لك شو صاير. لا عمي لا، خلوكن هون. هلا بيجي أبو شبع نفهم منه شو صاير. تأمرنا بشي زعيم؟ عمي خلوكن هون. لا تتحركوا، بس ديروا بالكم ها، ما بيعرف شو بصير معنا. أمرك زعيم. ديروا بالكم يا شباب، خيره؟